ايوه حاضر جاهزه. ناديلي باسم لو سمحتي. باسم اخويا سافر امبارح بالليل. اكيد سافر؟ اه. ما سابش عنوان او تليفون ليه هناك؟ لا والله ما سابش اي حاجه من دي خالص. مين يا هذا؟ ده واحد يا ماما بيسال على اخويا باسم. باسم قولوا له ده سافر السعوديه على عيني، ربنا يرجعه بالسلامه. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ انت عادل زيدان؟ ايوه يا فندم، اي خدمه؟ انا يوسف عز الدين، والد منال زميلتك اللي تأمرت عليها انت وصاحبك باسم. انا ماليش اي دعوه حضرتك بالموضوع ده. المهم باسم فين دلوقتي؟ باسم سافر السعوديه. سافر امتى؟ امبارح بالليل. كده من غير مقدمات؟ لا ده بقاله مده بيسعى في الحكايه دي. طيب بلغه بقى شاطر اني مش هسيبه حتى لو راح الصين، مش هسيبه، انت فاهم؟ مفيش شك انها اتحسنت اكتر من الاول، وشويه بالعلاج هتبقى احسن بكتير. يعني في امل انها تخف خالص؟ ايوه بس الحاله مش سهله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الحالات دي ما بتخفش ولا ايه؟ والله ما اقدرش اكدب عليك، ما اقدرش اقول لك انها هتخف تماما، خصوصا ان سنها مش صغير، وكمان انها بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومع الادويه بالعلاج الطبيعي ممكن تكون افضل بكتير. طب يا ترى ممكن تروح البيت امتى؟ هي الحاله دلوقتي شبه مستقره، ممكن تروح بكره لو عايزين. وانا بنصحكم يا ريت تجيبوا لها كرسي امتحان عشان تبقى تتحرك في وسطيكم مراعاه لنفسيتها، وكمان ما تحسش بالعزله في اوضه لوحدها. ايوه كده يا ست الحبايب، ارجعي نوري بيتك من تاني. ربنا ما يحرمنا منك ولا من نورك، وربنا يتمم شفاك يا رب. قصدك ان انا ظلمت البيت مش نورته يا فاطمه؟ اوعي تقولي كده يا ماما، ده انت حسك في بيتك بالدنيا كلها. اجي اليوم اللي بقيت مجرد حس في البيت. ازاي بقى؟ ده مفيش حاجة ممكن تحصل في البيت ولا برا البيت الا برأيك وبشرتك وبأمرك. فين منال؟ نايمة يا ماما في اوضتها ورايحة في سبع نوم، دي حتى ما حسيتش ان احنا جينا. وده بقى اللي بقى بدل رجلايا في البيت. لا يا ماما ابدا، ده مؤقتا بس، لغاية ان شاء الله ما العلاج الطبيعي يجيب نتيجته وتقومي بألف سلامة وتمشي على رجليكي. مين اللي اشترى ده؟ الست نبيلة، الدكتور امبارح الظهر اول ما قال لها راحت نازله بالليل مشترياه، وقالت ان انت اول ما ترجع البيت لازم يكون موجود. طبعا يا دادا، وحنين لا بركه الا ماما. انا حبيبتي هروح اصحي منال، دي هتفرح قوي ما تعرف انك رجعتي البيت. انت حلال يا فاطمه واصيله. او النبي يا ست سرية، دي ساده بره وجوه، دي مسكينه ما بتنامش، من المستشفى للورشه للمعرض للبيت، بصراحه اصيله ومليون اصيله. ربنا يعوضها خير يا رب. يا رب ويقومك بالسلامه. امال الاولاد فين يا فاطمه؟ مع ام احمد في شقه سريات. تعرفي كل ما بشوف نبيله بتعمل كده بتعب اكتر. ليه بس؟ ليه كفى الله الشر؟ ده بدل يا اختي ما تفرحي وتطمني وتحطي في بطنك كده بطيخه صيفي، ان ربنا وجد لك حد كده يقف وراكي ويقوم يا حبيبتي باللي انت مش قادره تقومي بيه. ما هو ده اللي بيتعبني، وبقعد الوم نفسي على اللي كنت بعمله فيها. اتب رياضه نور عيني كان عنده حق اني احبها ويدافع عنها. ماما يا حبيبتي وحشتيني قوي يا ماما، وحشتيني قوي قوي. ايوه يا عم، حبيت اقول لحضرتك بس انها جت، احسن بعدين تروح المستشفى ما تلاقيناش تتخض علينا. اه الحمد لله، الدكتور قال ان الحاله هتتحسن مع الوقت. وازاي قبل ما اجت؟ الحمد لله اهم يا عمي قاعدين مع ماما. لا كويسين. حاضر حاضر، من عيني، مع السلامه. نبيلة انت هنا؟ مش سايبة ماما وقاعدة هنا ليه؟ في ايه يا حبيبتي؟ كنت بكلم عمي يوسف. بابا
قال لك حاجه بخصوص ميعاد النهارده؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما هو باسم اتفق مع بابا اننا نحل المشكله النهارده، يا اما نكتب الكتاب يا اما نوثق العقد. كتب كتاب؟ غريبه، عم يوسف ما جابليش سيره خالص عن موضوع كتب الكتاب ده. معقوله؟ ازاي؟ طب انا هتصل بيه. لا بقول لك ايه، كلمي من اوضتك عشان ماما تحس بعدين، وانا هقوم اطمن على الولاد. ها حاضر. مساء الخير. ماما جايه. مساء النور. حبايب ماما، روح ماما. وحشتوني وحشتوني قوي، وحشتوني. رياض، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ اهلا حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. انت جايه بدري يعني النهارده؟ اصل ماما الحمد لله رجعت الشقه خلاص. والله مبارك، وبقت حلوه كده؟ والله ابدا يا ماما، زي ما هي، يا دوب بتتكلم وبنسندها بالعافيه عشان تقعد. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفيها ويصبرها على اللي هي فيه. ايه رايحه فين؟ رايحه اطمن عليها يا بنتي، من يوم ما دخلت المستشفى ما شفتهاش الا مره واحده. يا سلام يا ست الحبايب، طول عمرك صاحبه واجب. سافر؟ سافر فين؟ بيقول انه مسافر السعوديه. يقول يعني ايه؟ انت قابلته فين؟ انا ما قابلتوش، بعت لي جواب لقيته تحت عقب الباب. يعني مفيش كتب كتاب؟ قولك سافر، تقولي لي كتب كتاب؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، يا نبيلة. في ايه؟ سافر، سافر يا نبيلة، سافر السودة. هو مين اللي سافر؟ بس خليني. باسم، باسم. ازاي؟ باسم يا نبيلة سافر السودة، خد عقد الجواز. عشان نعرف نفكر صح. ارجوك اما لو سمعت صوتنا دلوقتي هتقع من طولها، عشان خاطري اهدي بقى. لا حول